وخلال المؤتمر الصحفي المشترك توجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن جهوده ساهمت في وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أكد سانشيز أن مصر كان لها دورا محوريا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يدعم دور مصر. كما أشار إلى ضرورة أن تستمر الهدنة الإنسانية، مشددا على ضرورة حل الدولتين والتوصل إلى حل شامل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. أكثر من 2 مليون شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، وبحضوري إلى مصر والحدود مع غزة من الواضح أننا لابد وأن ننهي هذه الكارثة الإنسانية. المساعدات الإنسانية لابد وأن تدخل إلى غزة بقدر كاف وبشكل منتظم. وكذلك في ظل كذلك فإن الوقف أو الهدنة الإنسانية يجب أن تستمر، وطلبنا من السلطات أن تتفاوض أو تتبادل وجهات النظر بشأن هذا الأمر بصراحة. وأننا نأمل أن الهدنة الإنسانية وأن الرئيس السيسي كان وراء هذا وأنه يصل في النهاية إلى وقف إطلاق النار. أود أن أشكر مصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب المستمرة في غزة. دوركم كان دورا محوريا لتوصيل المساعدات خاصة للفلسطينيين الذين هم أيضا كانوا بحاجة إلى المعدات الطبية وإجلاء المدنيين من الجنسيات المختلفة. هناك صراع مستمر على الحدود، وهذا كان جزء من الحوار فيما يخص أمن المنطقة. وأود أن أعرب التزام دولتي إسبانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله الذي يساند دور مصر. أننا ندعم السلطات المصرية في استجابتها للأزمة الحالية وخاصة توفير المساعدات الطبية. حوالي 4 أطنان من المساعدات سيتم تسليمها إلى المستشفيات هنا في مصر لتوفير المساعدات الطبية للمرضى القادمين من غزة.